بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا فسهل لنا أمورنا ويسر لنا عسيرنا وجعلنا من الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته من الذي ذولت عدان نفكاد نهضرت شوية في الحياة الأستاذ محمد شريف ساحلي رحمه رحمة ربي ونفقد عنده عنده ديلول عنده أش عنده يصغر أشو عنده ينوضل أشو يخدم دي الحياتي قد نظر شوية في الآثار يسافيني دي جان في في, في دي جان وباش نفهم المعنى بين بي يدي جا بين يكتب الا نفهم السياق النهائي لا يدي يكتب خاطر موحد لي في الساحه حدي يغرا رومين يغرا ست فرانسيس ولكن تا فرانسيس نيتي نيتي جعلن باش يطالع الطالع من رومين باش الزور تاريخنا باش هذا تاريخنا باش هذا حرف تاريخنا تاريخي الا نصغار ديال الجزائر قسم في اربعه ال... في اربعه الاقسام سمى يون القسم الاول قال الناس ليبوك رومان العهد الروماني كلمه ليبوك ولا العهد معناتها سمي لنا الرومان داكين بغانا دينين يقلعون جو... وانا قبل لي الرومان لان كوكا على اساس ما كنا يو... يتشيد بين باللي ثاكا لاكين الا الرومان خاطر استعمرت خمسين قرون وبغانا دينين ولا شوي لندقيا حاشا نوذني قلان وإذا هني لندقيا ولا شي ثن أجدو شعب النيا الجزائرين عن نومي دي أجنس لو ولا شيث أم بقلان ذا الرومان وبعد المرحلة الثانية تاريخ أبو جدو ذنا سمانس الانفازيون عرب الغزو العربي أسمي ديوسال إسلام هردقيا يوقف لي ذو ذو النا ولا جا بالراحه شادين لا اله الا الله محمد رسول الله. ناندو الناس من الغزو بمعنى عرف انه سان دي فاي الارض والدواء واخذوها من من الرومان كغزات ماشي كمسلمين ولا بعد ويجي يسد المرحله الثالثه قرناس لوكيباسيون ترك الاحتلال التركي بما بمعنى الاتراك روح عند وحوصنت مرتقيين مره اخرى وستعمرونس وفغينا را دينين العثمانيين الخلافه الاسلاميه وزايريين ناس مين غيدهاج من الصليبيه الاسبانيه تشي فانا تشن تمرتقيدي زايريين نكستعنس الخلافه الإسلامية, الاسلاميه العثمانيين نخدمي السنة التحالف التحالف العثماني الجزائري باش تنر باش نمنع ثمور النو المرحلة الثانية إلا نصغار نتاقي يعني الجزائر قرنا لا ريفي دي فرونسي وصول الفرنسيين يعني بظن دي روميان تسمى بظن دي روميان باش در انت مورتي سي مولانيس سنوي دي الرومان سن وفرنسا ثقافة فرنسا قرنا سي لا في اني دو لا روم البكر لروما ثقيل حسني من استجهد لخطر الجيش سي ميلاد 38 سكو جهدا يسد باش ديال الورث سنة ثرنا في حين انك الامه الجزائريه الكل ولا شيء ولهذا قرن خلال ديك السن كادي ديوران بلا طاس كادي ديوران ديك الامه الجزائريه ولا شاكدو الجزائر وقدو داكيا إلا عاشيني لان داكيا إلا عمران من وين يدي روح نيتشا ذا مورتن دينا كوتي مثلا كتاب لي سيكل اوبسكور دو مغرب إلا إلا عمر إي مولان تمور قوم من وين يدي روح نيتشا لها ولكن هذه قيمة السيد إي مورتن سن حاشا ما يسد ويضا في مي جامي لي زانديجان عمر أي دوزو أكيا وري قوم في المرتنس. اشتاقك يغزا قولاون ازاريا يغزا يغفى من اشتاق التحريف يغزران باللي الجدود نسن الى عمر يقيمن ودوفا عنا لا في تمور تنسن خاص سوا ولكن الى عمر سن السلاح الى عمر حبسنا المقاومه ما حبسنا في المقاومة الوقت كان كيجيب باش درنا النفس هذا وغالنا من المقاومة ولهذا يكتبد محمد شريف الساحلي باش هذه يصحح الوضعيه كين باش هذه يصحح الحاله كي قريح مليح قولوا الجزائريين خاطر ولاش شو قريحين امينه دي روحنا كينو السعيدرا التاريخ امينه دي روحنا كينو السعيدرا الغيره في سمورتي امينه دي كيني لا عمر في سمورتي بلا مينا دي كيني ثمورتا كينو ماشي نكش ولاش شي كي لقى كيزور وفي عندنا كي عندنا يعني رومينا النار لان واش نقارن فرنسا ونقارن الروميين إيه خاطر زران فهمن باللي فرنسا توساد باش تكمل المهمه ان الرومان نزيك ولهذا واحد شريف الساحلي غادي يرحم ربي غادي في 1948 يكتبت رساله يوغورتا كتاب اسمه رساله يوغورتا باش هذني دي سميتي بلي يورطا ينوض ينوغ هاك الرومان سبع سنين وذن سيك سوف رومان دي ثمورث النوغ وذن سيك دينا نشي المعروف روما للبيع فمن يشتري الرومان للبيع ولا سياغن اما كنا شا... تي زنز زو... وزون شارع كنقارن ولهذا باش سنين اين كتقارن مدري كذب الجدود نوضل نارهم جدودنا وسعينا لغيرنا في موردنسن الجدودنا ميدي بلوينين نستعمر السلمانة الجن هاي ما يساند مع معناتها الرومان وساند لي فوندال باش سوفونتان لي فوندال وساند لي بيزونتان باش سوفونتان ويلا هنا وساند سبانيول وساند إلى الشعب غير اما كيني دينا غوتي العمر يقوم المهم شي لي باش ادي ادي اديكشف باللي وجد لي كذوب بوجد تزوير التاريخ

17 سنه المعركه رتايض انتصار روايض ولكن في نهايه المطاف انتهت المقاومه باش تكرمت المقاومه النظام وتوقف انت ابدا والمقاومه ذن 1954 في اكسر سن الحد اكسر سن الحد اللي كذا بقى ادخلق القران يدخلق فرنسا خاطر ولا شون يدخلق الكذبه ما قالك دونيث اما ديك مسوره اما سميت بار من رومين ماني كي سماني ما نسن لي هذا شو الكولون مع ناس لا روس غير لا روس معناتها الكولون يوني دي ديو تحوي تحويسا كالي كالي ولادك الشعب يوساد نسب باش يعمر شعب بنين داكي قلاني قارسن الاهالي لي زانديجان الى قاسنا مثلا الى قاسنا جينا كالاكي ما ولا نسي ما ولا نسي رومين ما كنقارن ولهذا يكتب في الامير عبد القادر باش سينا الى عمرك يكون اكو فيه في النار القوم يكون ويضرب في الامير عبد القادر كارم خاطر ادا سند الفير امير عبد القادر عشرات وقبل الامير عبد القادر من اليوم الاول كوا سام زوارو يميدر ذاك مين ذاكي استوالي يقبدا وناضح وهدودنا يقموث في تمورتيس باش هاد يني ومن بعد 1949 في 1949, 1949 يتبدل الجزائر تتهم تتهم هذا الاستعمار على الاستعمار الاستعماريه في الكذوب هذا يسي قناع الدنيا مره وفعلا صدقت العالم باسره باللي راه كان لاقين سن ماشي ايما 1950 هذيك الشمول اللي النظام اسمه امر ضد الشعوب الافريقيه خاطر الغرب اوروبا فرنسا على راسها وبريطانيا تسوالين بلي افريقيا يعني الكل ذو الورث روما الى خاص الشعوب غير كل الدول داخل انا خدمنا في روما ذا جو سابور افريقيا ذا افريقيا تسمور الجزائر وزران مورزين على ثمورت الجزائر وتصاوضنا على ثمور بقية افريقيا 1965 1965 يكتب نزلها منزه إذا قا يمصدي النغات غرن تحرير التاريخ من الاستعمار دي كولوني زي أخطر الاستعمار يزور تاريخ وقارن سيزيك التاريخ يشتبه دائما هو المنتصر نغ الغالب يزور تاريخ ونكون نزرع اين نكتب من فقط في تاريخ الجزائر من 55 إلى 88 اكثر بول في الكتب من تاريخ يعني يكتب من 1832 الى 1962 اكثر من 3000 كتاب بحث في التاريخ يكتب من تيرو من سن الى قواقير كل نادي باش ناف الغلطات يخدم الاستعمار داخل تكتبين باش النادي هذه الحقيقه هو قيد الهدف يكتب الشريف الساحلي رحمه الله الكتاب اجينست تحرير التاريخ من الاستعمار أخطر تاريخي كسوة كتب حشل حاشا الكذوبة سيدي خلق الاستعمار يقول من بين الكذوبة ذي خدم الزير ولا شيء سفيد الزير ولا شيء وإنما خلال الحثلات خلال الغوزات يقول الاستعمار إلى قد القوة فاصل قوة إلى قد ير ثمور خاطر خطر ثمور ثاقيا الكنيسة روم وكي ديول لي القران اسمي دوغال الزايري يفسم براويس بفضل تضحيات بفضل ملايين شهداء حتر يعني يعني ماشي مليون شهداء 1830 الى 1962 ملايين شهداء موذن باش ادهينك على جند ماشي ماشي نون التضحيه تاجك الكل باش انا ادرن الحد الكذب كي الكذب والسين بعد الكذب اللي كولو انك صورتو كوني كني دي سنان معناتها مياو دينوز الذين سنا من مرنا باشار نكوني الأمة غير نكوني الدوله ومازال يذنا راسك يطفني الكذبا الباقين سيار د نتقيو ديك السنه توراله ننتقم اد قرر نكوني كني دي سوف نار التاريخ في حين التاريخ الحقيقي يقول باللي الدوله الفرنسيه الدوله الجزائريه دوله الجزائريين شمي من سير غير د باش تحمي فرنسا مازال زالت السلاسة أكثر من 14 مليون فرنك ذهبي يعني 300 مليار دولار الآن مازال بينها عقود وبينها ديون وبينها وثائق ومعاهدة 70 معاهدة وقعتها دولة الجزائر مع فرنسا مع كل هذه الحقائق تذكرني كتابي نسنفني نندل زير نكوني سيدي صنعان وقيد الهدف في سيحلي في ساحلي في كتابي نيس ويختميش يستكثف ذاك إذن قالوا دي زي يعني كسوث الاستعمار دي الحقائق التاريخ فلاك يعفر بها أستاذ شريف سحلي هذيك ربي إن شاء الله هيني تخدم الله هيني دوريض كينفع فاع أرسيدي ربي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته